كلمة المشير كانت لها معاني مهمة وهادفة تمس المواطن، وأكيد القيادة تشوف وتنظر لمساة المواطن من غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار ونقص نقص الوقود ومشكلة الكهرباء، وزيد عليها تعطف مرتبات. يعني إن شاء الله تابعنا كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر على إعادة تصدير النفط، وتكون العائدات مقسمة على الأقاليم الثلاثة، وهذا التقسيم يكون عادل في برقة، لأن كانت في الفترة السابقة تعاني من ظلم في تقسيم إيرادات النفط. ونحن كنا ثقة في قائد العام القوات المسلحة، وبإذن الله حيكون قرار سليم في إعادة افتتاح النفط. والله كان يشير بصراحة هذا القرار الصائب بصراحة قرار جيد جدا، ونتمنى إحنا النفط وكذا توزع لجميع المناطق ليبيا. وبصراحة هذه كل الليبيين، احنا مش غير شخص يعني، كل الليبيين بصراحة اتمنى شيء هذا، وبصراحة ان شاء الله خير بإذن الله، وان شاء الله يتوزع لجميع الليبيين بصراحة.